أهلا بكم. شهدت منطقة الحومدية بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين على منفذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم. من هناك وفتنا مراسلة إكسترا نيوز أميرة أمر بتلك الرسالة. تحياتي من منطقة الحومدية بمحافظة الجيزة وبالتحديد من أمام مسجد الشهداء، حيث مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأقل سعر وأعلى جودة، كل ذلك بالتعاون مع شركة القيصر. تأتي هذه المبادرة لمؤسسة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، توفر كافة أنواع اللحوم من بلدي ومستورد ومستورد مجمد، وكذلك الدواجن البلدي تصل أسعارها البلدي الطازج المعلق في الشوادر ل 310 جنيهات فقط، بينما البلدي المبرد تصل ل 210 جنيهات فقط، والمستورد ل 185 جنيها، والدواجن يصل سعرها ل ما يقرب من 90 جنيه فقط. وبالتالي هذا التنوع والأسعار التنافسية تجعل الإقبال كثيفا. هذه السيارة المتنقلة التي أقف أمامها الآن تمثل أحد منافذ البيع المتنقلة لمؤسسة حياة كريمة هنا بالتحديد من منطقة الحومدية، وتتواجد في هذه المنطقة منذ 10 صباحا، ومنذ أن فتحت أبوابها للمواطنين والإقبال كان كثيفا، والآن يتوافد المواطنون عليها، ما يؤدي إلى نفاذ الكمية أو قرب انتهاء نفاذ الكمية. هذه المبادرة بالتعاون التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وشركة القيصر توفر وتساعد وتدعم المزارعين المحليين وتشجعهم على زيادة الإنتاج، كما أنها توفر كافة أنواع اللحوم كما ذكرت. وبالتالي تكون هذه المبادرة هي استمرار لسلسلة جهود مؤسسة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتيسير الحياة عليهم وتوفير حياة كريمة لهم. وبالتالي تأتي هذه المبادرة لمواجهة جشع التجار، حيث يصل سعر كيلو اللحم داخل المبادرة التي توفرها مؤسسة حياة كريمة بفارق كبير، يصل لما يقرب من النصف فارق بين سعر اللحم في المبادرة وأسعارها لدى التجار والجزارين. كانت هذه الصورة لدي هنا من داخل منطقة الحومدية التابعة لمحافظة الجيزة، والآن عودة لاستوديوهات إكسترا نيوز.